كنشكر الجميع على المواكبة ديالو لهذا الحملة اللي كتقوم بها جمعية أجيال الشاوية على صعيد التراب ديال الإقليم ديال سطات، واللي هي كتعمل بشراكة مع الشركة ديال فالفتيك المتواجدة المقر ديالها في الدار البيضاء. من خلالها كنشكر المدير ديالها سي هواري مصطفى على المجهودات وعلى الدعم ديالو وعلى المشاركة ديالو في هذه العملية التحسيسية ديال اليوم. وكنشكر كذلك الجمعيات المحلية ديال مدينة سطات. الحمد لله اليوم بينت على التضافر ديال الجهود وعلى المساهمة ديالها في إنجاح هذه العملية التحسيسية، واللي عطات الأكل ديالها متعلق في الشق ديال الاستجابة ديال السكان والتفهم ديالهم على المشاركة ديالهم والانخراط ديالهم في البروتوكول الصحي لمحاربة وباء كورونا. اليوم الحمد لله كنشكر كذلك من خلال هذا المنبر هذا التمثيليات ديال المرأة وديال الشبيبة، الإخوان كلهم اللي شاركوا في هذه العملية هذه. الحمد لله هذا يثلج الصدر على أساس أنهم تعتنوا بالإنسان، وكما قلت في البداية ديال هذا الحملة التحسيسية اللي انطلقت هذه مدة على مدار شهر تقريبا، أننا الحمد لله كمواطنين أحرار ساهمنا وتفاعلنا مع الخطاب الملكي السامي ديال صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وإيده للمناسبة ديال الخطاب ديال 20 غشت. هذا التفاعل ديالنا الحمد لله عطى الأكل ديالو على أساس أننا وفرنا واحد المجموعة ديال الكمامات اليوم، وزعنا ما يزيد على 10,000 كمامة على 1000 معقم جيل. الحمد لله الامور كلها غاديه في التوجه اللي بغينا من خلال التجهيزات اللي فرقنا الات الضخ ما يفوق على 100، 50 معقم لي ديستريبيوتور ديال التعقيم ما يزيد على 20. الحمد لله كلها الامكانيات اللي توصلنا بها وكلها وضعناها الاشاره ديال المواطنين على صعيد فهمتي الاقليم. المؤسسات التربويه والتعليميه استفدت ومشينا للمؤسسات اللي عندها تاريخ واللي عندها حموله كثيره من ناحيه التلاميذ، مثلا المؤسسه ديال بنو عباد، ديال الرازي، ديال العروسيه في سطات، ديال الجامعه الترابيه ديال سيد العايدي والجامعه الترابيه ديال التوالت. الحمد لله حنا اليوم منفتحين على جميع الفعاليات ديال الاقليم وديال المدينه ديال سطات. حنا قابلين اي تدخل كما بغى يكون على اساس انه يكون ناتج عن عقلاء باش يزيد يشجعنا ويزيد يقوينا، وحنا فاتحين الباب اننا نفتحوا عليهم ونتعاونوا معهم مصلحه للانسان ومصلحه للمواطن المغربي الحر بمدينه واقليم سطات. الحمد لله اليوم حنا مقتنعين على ان الرساله اللي كنقوموا بها عندها غاية واحدة، وهي حماية المواطن والمواطنة في صحته في عقله. ما عندنا حتى شي هدف اخر الا الصحة ديال المواطن، واللي بغى ينتقدنا غير يكون انتقاد ناتج كما قلت من عند العقلاء، ما يكونش ناتج لشي هدف اخر. جمعية ديال اجيال الشاوية كتقلب كتبحث كتنخرط كتساهم على اساس توجد ما يمكن أن تضعه الإشارة ديال المواطن في مدينة وإقليم سطات. انطلاقا وتفعيلا للخطاب الملكي السامي اللي كنظن جميع المواطنين المغاربة شافوا الاهتمام ديال صاحب الجلالة، واللي خصص فترة كبيرة في آخر خطاب ديالو لهذه الجائحة. هذا كينبثق من الاهتمام الملكي لهذا الموضوع ولهذه الجائحة. واليوم المغرب كسائر بلدان العالم كيعيشوا وضعيه اللي هي جد خطيره في اطار انتشار هاد الوباء وهاد الفيروس. واليوم المغرب كبلد اللي كيدير مجهودات كبيره من اجل محاصره هاد الوباء، فكنظنوا انه من المستحيل باش يكون غير المجهودات ديال الحكومه غتكون قادره على التغلب على هذه الوضعيه. وايمانا منا كمسير لشركه انه اليوم كاين دور ديال المجتمع المدني اللي هو دور فعال، ولا بد ان ينخرط كل المجتمع وكل مكونات المجتمع المدني من افراد
وجماعات ومؤسسات، أن تكون مؤسسات خاصة أو مؤسسات عمومية في هذا المشروع من أجل إنجاحه ومن أجل السيطرة على هذه الوضعية. وبالتالي احنا اليوم تواجدنا في منطقة سطات ليس هو إلا دليل على إيماننا العميق بأنه كاين دور، ولا بد أن يكون هناك دور للمجتمع المدني، ولا بد أن ينخرط المجتمع المدني في هذه المجهودات. فقمنا اليوم بمنح مجموعة من التجهيزات تتمثل في عدد كبير من الكمامات ووسائل أو سوائل التعقيم، مضخات من أجل pour désinfecter des thermomètres ainsi que des distributeurs électromécaniques plutôt mécaniques pour يعني la désinfection des mains. Donc اليوم حنا دورنا كان في هذا الإطار كنحاولوا باش نوعيو في شراكة مع جمعيتين، جمعية أجيال الشاوية لسطات وجمعية تطلعات الفلاح. دونك هما جمعيتين كيشتغلوا في هذا المجال هذه مدة، حنا واكبناهم في العديد من الحملات، ومؤخرا قمنا بشراكة معهم أنه وفرنا هذه المجموعة ديال الإمكانيات من أجل أنها تفرق في العديد من الأماكن، في مدارس اللي كنشوفوا فيهم خصاصات، واللي كنتمناو أنه بهذه المبادرة اللي تكون لوكوموتيف باغمي دوطخ، وأنه نشوفوا غدا شركة أخرى ونشوفوا مواطنين أخرين حتى هما كيساهموا في هذه الحملة التوعوية، لأنه المغرب والمغاربة معروفين بالتكافل ديالهم، وكنتمنى ان الجميع يتكافل، لانه من غير التكافل ما غيمكنناش نحاصروا هذا الوباء، وخصوصا احنا كنشوفوا الاعداد كالعدد ديال البارح اللي وصل 2400، يعني الحاله اللي هي كاتبين انه حاله خطيره. وكما قال صاحب الجلاله في خطاب ديالو، كنتمنى انه ما ناخذوش قرارات وقرارات قد تكون قاسيه، وانه نرجعوا لشي ان كونفينمون توتال اللي هو حنا ما كنتمناوش، وحنا كفاعلين وكاقتصاديين اللي كلشي راه تضرر، والمجتمع تضرر، والاشخاص تضروا، والافراد تضروا. وبالتالي حنا ما كنتمناوش انه نرجعوا للوضعيه الاوليه اللي كانت، واللي صاحب الجلاله كيعطي واحد الاهتمام كبير، وحنا كلنا مجندين ان شاء الله الرحمن الرحيم وراء صاحب الجلاله في هذه العمليه. وكنتمنى ان شاء الله بهذه التصرفات وبتصرفات ديال الناس الاخرين اللي غادي نطلبوا الله انهم حتى هما يدخلوا في هذا التوجه، انهم نقدروا نحاربوا ونقدروا نقصوا هذا الوباء. وكنوه في اخر الكلمه ديالتي للسلطات والمجهودات اللي قاموا بها الجميع بما فيهم الجمعيات بما فيهم السلطات، على انهم فتحوا لنا هذا الباب هذا وعطاونا تسهيلات كثيره من اجل انهم قدروا نقوموا بهذه الحمله. فالشكر الجزيل لكل السلطات ولكم انتم كصحافه ولكل كل كل من ساهم عن قريب وعن بعد في انجاح هذه الحمله. يعني بكل صراحه استقبلنا هذه المبادره ديال جمعيه اجيال تطلعات الفلاح، يعني مبادره جات في المحل ديالها، والمؤسسه يعني محتاجه لهذه المبادرات ديال الجمعيات ديال المجتمع المدني، لان الان كنعيشوا واحد الظرفيه استثنائيه، والسلامه ديال التلميذات والتلاميذ هي شان مجتمعي، وبالتالي يعني كنحييوا هاد الاخوان، ونحن نتمنى ان تكون ماشي اخر مبادره، نتمنى مبادرات اخرى لكي تمد لنا يد المساعده لكي نتجاوز هذه المحنه معا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش ابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.